بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نديرو هاد العصير اللي خفيف ومنعش، عصير المانغ والموز اللي كيجينا لذيذ بزاف. نتمنى تكتشفوا المذاق ديالو وديروه حتى نتوما في ديوركم بلا ما نطول عليكم. فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو المانغ والموز، خديت موزتان والمانغ، وغادي نحتاجو سكر سنيدة والماء. هادو هما العناصر اللي غادي نصايبو بهم العصير ديالنا. غادي نحيدو القشرة لهاد المانغ بطبيعة الحال، وغادي نقردو واحد القطع اللي هما صغار باش يسهل علينا نطحنو. نفس الطريقة غادي نديرو على الموز، وغادي نزيدو ليه الماء وسكر سنيدة. كيجي هاد العصير منعش ولذيذ، نتمنى انكم ديروه باش تجربوا هاد الطعم ديالو المذاق ديالو. انا غادي نقطعو قطع ونرجعو. قطعناهم هكا مكعبات، حتى الموز حتى هو نفس الطريقه غادي نقطعوه، وغادي نديروه في الخلاط الكهربائي. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نحطو فيه هاد المانغ وهاد الموز. بسم الله بسم الله. غادي نحطو المانغ والموز في الخلاط، وغادي نزيد عليهم الماء والسكر سنيدة. غادي نزيدو ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة، السكر كيبقى على حسب الذوق. وغادي نزيدو الماء، عندي هنا لتر ديال الماء. هذا هو الشكل ديال العصير ديالنا، كيجي هكذا، كيجي القوام ديالو خفيف. نتمنى يعجبكم وديرو حتى نتوما في ديوركم وتجربوه. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك، وضغطوا على زر الاشتراك باش يجيكم دائما جديد الوصفات ديالي. الى الملتقى ان شاء الله، فيديوهات اخرى في قناتكم سامية فود.